طيب دلوقتي هناخد درس الموارد المعدنية وتنميتها. أول حاجة المعادن، يعني ايه كلمة معادن، وايه هي أنواع المعادن، ومهمة في ايه، وبنستخدمها في ايه، وكل حاجة هندرس عنها كل حاجة. معدن من اسمه يعني حاجة صلبة، زي عندنا الحديد والذهب، طبعا كلنا عارفين. هناخدهم حاجة حاجة. الأول هنعرف يعني ايه معادن. المعدن هو زي ما انا قلت لكم كده حاجة صلبة، طبعا زي الحديد او الذهب، ودي حاجة طبعا طبيعية، الانسان ما صنعش او ما خلقش الحديد او الذهب، دي برضو من خلق الله سبحانه وتعالى، يبقى هي موارد طبيعية. يبقى احنا كده اول ما هنقولها هنقول في التعريف بتاعها هي موارد طبيعية من البشرية، نقول ما هي موارد طبيعية صلبة ولا حياتها ايه، لا هي موارد طبيعية صلبة، صعبة نية التانية، صلبة، هي موارد طبيعية صلبة. بنجيبها منين؟ نستخرجها من باطن الأرض، هي موارد طبيعية صلبة نستخرجها من باطن الأرض. ممكن إن هي تكون قريبة أو بعيدة عن سطح الأرض. إزاي؟ ممكن نحفر جزء كبير، إحنا بنجيب المعادن دي من قلب الصحراء، ممكن عشان نوصلها نحفر جزء كبير عشان نوصلها، أو ممكن تكون نحفر حبة صغننين عشان نوصل للمعدن ده، الحديد أو الذهب. يبقى هي موارد طبيعية صلبة نستخرجها من باطن الأرض، قد تكون قريبة أو بعيدة عن سطح الأرض، ممكن تكون قريبة أو بعيدة جدا. تمام. اختلاف المعادن، تختلف المعادن حسب ايه مهم ده عن ده ايه. ممكن تقولي كده ايه، الذهب الحديد، الذهب أهم من الحديد ولا الحديد أهم من الذهب؟ تقولي لي مثلا لا الذهب أهم، يعني لو عندي منجم ده دلوقتي ذهب او حديد اطلعني من، تقولي الذهب. لا، هي ما بتتقاس حسب ده، هي بتتقاس حسب ايه. مثلا منجم الذهب فيه ذهب كتير، بس منجم الحديد فيها اكتر، حديد بكميه اكبر جدا، طبعا ده هي ساعتها هتبقى الحديد اهم. الذهب عشان اوصل له مثلا هحفر كتير او هستخدم عمال كتير وهقعد ايام طويله علشان اوصل له، لان هو بعيد جدا، ممكن عشان اوصل لده بيبقى الوقت اقل والمجهود اقل واوصل له بسرعة، يبقى ساعتها الدهب الحديد هو اللي هيبقى اهم من الدهب. يبقى بتختلف اهمية المعادن حسب 3 حاجات، استخدامها بستخدمها في ايه، او توزيعها موجودة فين، قريبة من سطح الارض او بعيدة، هوصل لها بسرعة او هحفر لها كتير، او كمية وجودها قد ايه، هي كميتها موجودة في الطبيعة. يبقى حسب استخدامها وتوزيعها وكمية وجودها في الطبيعة. طيب عندنا المعادن 4 معادن، حديد فوسفات ومنجنيز وذهب. اول حاجة ندرسها هي الحديد. الحديد طبعا هو اساس الصناعة الحديثة، مفيش حاجة في حياتنا مش داخل فيها الحديد. لو بصينا حوالينا كده هنلاقي معظم الحاجات اللي حوالينا من الحديد، هو اساس الصناعات الحديثة. ليه بيجي السؤال ده كتير وبيجي بما تفسر ومهم جدا، يقول لك الحديد اساس الصناعه الحديثه. ليه؟ لان هو بيدخل في معظم الالات، حتى الهدوم اللي انت لابسها دي بتبقى مصنعه من الحديد. الالات مكن الخياطه مثلا اللي بيصنع الهدوم دي برضو من الحديد، يبقى لانه بيدخل في صناعه السيارات والالات وقضبان السكك الحديديه، معظم الحاجة اللي حوالينا بتستخدم فيها الحديد، يعني عشان كده هو أساس صناعات الحديد، يستخدم في صناعة الآلات والسيارات وقضبان السكك الحديدية، وبتيجي بما تفسر. موجودة فين بقى الحديد ده عندنا؟ زي ما انتوا شايفين كده على الخريطة، موجود عندنا في الواحات البحرية بالصحراء الغربي. موجود علينا، بنجيبه منين الحديد؟ بنجيبه من الواحات البحرية بالصحراء الغربي. وعندنا منطقة بتصنعه هو فين؟ في مصنع للحديد والصلب، موجود في حلوان. حديد والصلب في حلوان، بيستخدم الحديد اللي جاي من الواحات البحرية. ده بقى بيجي كتير جدا، وبيجي في اختر، بيجي في اكمل، يقول لك يعتمد مصنع الحديد والصلب في حلوان على الحديد المستخرج من الواحات البحرية بالصحراء الغربية. وده صورة للمصنع. نيجي للمعدن اللي بعده اللي هو الفوسفات. طبعا الفوسفات ده من اكثر المعادن انتشارا في مصر، وهو مهم جدا. ليه بقى؟
الفوسفات الاول احنا مش عارفين هو بيصطدم في ايه يمس، ماشي. طب احنا عارفين الذهب يا يمس بيصطدم فيه، لكن الفوسفات ده صعب. طيب الفوسفات بنستخدمه في ان احنا البيرسول بتاع ماما مثلا اللي بتقتل بيه الحشرات لو في البيت او كده، ده بيبقى مستخدم من معدن الفوسفات. الشركات بتبقى عاملاه من معدن الفوسفات، يبقى بنستخدمه في صناعة المبيدات الحشرية اللي هي الحاجات اللي بتقتل الحشرات، اللي هو البيرسول ده يبقى بيستخدم في صناعة مبيدات الحشرية او الأسمدة الزراعية. مثلا احنا لما الانسان بيتعب بياخد دواء عشان يخف، اي انسان كده. برضو التربة بتتعب لما بنزرعها كذا مرة ورا بعض بتتعب، وبيبقى لازم ليها دواء. الدواء بتاعها ايه؟ هي أسمدة الزراعية اللي احنا بنستخدمها بنعملها من معدن الفوسفات ده. يبقى بيدخل في صناعة المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية. المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية هي دي الحاجات اللي بتستخدمها معدن الفوسفات، لكن برضو موجود عندنا بكثرة، وهو من أكثر المعادن المنتشرة عندنا في مصر. وبيجي السؤال ده أكمل كتير، بيقول لك الفوسفات من أكثر، يقول لك نقط ما بيجيلكش الفوسفات. أكثر المعادن انتشارا في مصر هو معدن الفوسفات، وعلشان كده احنا بقينا نصدره إلى الخارج، ودي تعتبر برضو حاجة من أهم من أهمية الفوسفات في مصر. ده برضو يكتف بما تفسر. يبقى لما يجي بما تفسر أهمية معدن الفوسفات، يدخل في صناعة الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية ويصدر منه إلى الخارج. ودي منظر الفلاح أهو، وهو بيرمي الأسمدة الزراعية علشان الأراضي، الدواء بتاع الأرض. تمام. برضو ممكن يجي من نتائج مترتبة على انتشار معدن الفوسفات بكثرة في مصر، اللي حصل لما انتشر كتير جدا في مصر بقينا بنصدره الى الخارج. وبرضو لازم نقول بعديها يستخدم في صناعة المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية. طب موجود فين بقى؟ بنجيبه منين الفوسفات ده؟ من مصر بالظبط. بنجيبه برضو من الصحراء الغربية في منطقة اسمها ابو طرطور، هضبة ابو طرطور بالوادي الجديد في الصحراء الغربية. يبقى ينتشر الفوسفات في هضبة ابو طرطور بالوادي الجديد بالصحراء الغربي. وفي مصنع بيستخدم بياخد معدن الفوسفات ده وبيصنع منه سماد، اللي هي الاسمده اللي انا قلت لكم عليها، الاسمده الزراعيه دي. وفين المصنع ده بالذات؟ موجود في ابو زعبل. ابو زعبل ممكن كمان نميزها، بنجيب الفوسفات من ابو طرطور، والمصنع فين او المصنع ايه؟ اسمع، ابو زعبل، ابو زعبل، ابو طرطور وابو زعبل. والمصنع ده بتعتمد عليه الزراعه في مصر، لان هو المصنع ده اللي بيعمل سماد السوبر فوسفات، ده اللي بتعتمد عليه الزراعه. ادي مصنع ابو زعبل لو صورته قدامكم. يبقى مصنع ابو زعبل تعتمد عليه الزراعه، لان هو بيطلع سماد السوبر فوسفات اللي بيزرعه. طيب نيجي للمعدن اللي بعديه، اللي هو المنجنيز. احنا خلصنا الفوسفات كده، نخش على المنجنيز. المنجنيز ده بقى مهم، لان هو بيخش مع الحديد وبيخليه اكثر صلابة، بيخليه متين اكتر. زي مثلا العربيات برضو، السيارات والقضبان اللي بيمشي عليها القطر والحاجات دي، فلازم بيخش المنجنيز مع الحديد، فيستخدم في صناعة الحديد والصلب. او ممكن يقول بدل ما يستخدم يدخل في صناعة الحديد والصلب، يبقى اهميته بيبقى يدخل في صناعة الحديد والصلب. وموجود فين المنجنيز ده؟ في ام بجمة. منجنيز ام بجمة، منجنيز ام بجمة فين؟ في شبه جزيرة سيناء. يبقى المنجنيز موجود في منطقة ام بجمة في شبه جزيرة سيناء، وبتيجي برضو كتير. اخر معدن معانا هو الذهب. الذهب مهم في ايه؟ طبعا معظمنا عارفين ان الذهب بيستخدم للبنات او السيدات. بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه ان هم يتحلوا بيه، مثلا يعمل يلبسوا مثلا زي خاتم وزي سلسله. البنات او الستات بتحب تتزين بيه، بتحب تلبسه، فبنقول يستخدم في صناعه الحلي. الحلي يعني الحاجات اللي انا قلت عليها دي، الحلقان والخواتم اللي البنات بتلبس. الحلي الحاجه اللي بتحلي البنات، يستخدم في صناعه الحلي. وكمان في دكتور عمل منه
علاج لبرضو لبعض الأمراض، عمل من الذهب ده دواء بيقتل مرض الكانسر. يبقى لما يجي أهمية الذهب يستخدم في ايه؟ في صناعة الحلي وبعض أنواع العلاج. وموجود فين؟ الذهب ده موجود في جبال البحر الأحمر. فين بالظبط؟ في منجم أو منجم السكري. منجم السكري موجود في المنطقة دي. والمنجم ده موجود أو اتفتح امتى أو ابتدينا ننقب عنه امتى، نفتحه امتى يعني؟ في سنة 2010، يعني تقريبا السنة اللي انتوا اتولدتوا فيها. يبقى تم استخراج الذهب من منجم السكري سنة 2010. موجودة دي بقى فين؟ في الصحراء الشرقية. هي دي بقى اللي بتلخبط، ان منجم السكري اللي بنطلع منه ده موجود في الصحراء الشرقية مش في الغربية. طيب اللي بعده، الدولة بقى عملت ايه عشان تنمي المعادن دي او تكتر فيها؟ تنمية يعني زيادة. خلينا نتفق ان تنمية يعني زيادة. الدولة عملت ايه عشان تزود المعادن دي او عشان توفر فيها؟ عملت 3 حاجات. اول حاجة بقت تشجع المستثمرين الكبار في الدولة علشان يبحثوا وينقبوا عن المعادن. بقى يشجعوا يقولوا ايه، اللي مثلا مستثمر كبير لقى منجم كبير مثلا من الذهب او الحديد والدولة تستفيد منه، بنشجعه مثلا بجزء منه علشان يتشجع ان هو يبحث تاني وينقب تاني ويتزود المعادن في البلد تاني. بقى تشجيع المستثمرين للبحث والتنقيب عن المعادن. التنقيب برضو يعني البحث عن المعدن. تاني حاجة، استخدام التكنولوجيا علشان نخرج المعادن دي. مش هنفضل نحفر في الصحراء كتير، لازم نستخدم وسائل تكنولوجية زي الصورة اللي قدامكم دي، بيستخدمه عشان يعرف اذا كان المنطقة دي فيها معدن ندور فيها ولا ما فيهاش. لو فيها بيتلاقي الجهاز ده بيزمر، فبنعرف كده ان المنطقة دي فيها معدن. يبقى استخدام التكنولوجيا في البحث عن المعادن. ايه كمان؟ البحث عن بديل للمعادن مثل خامات البلاستيك. يبقى بدل ما نستخدم مثلا المواسير مثلا دي كانت بتبقى من المعدن، بقينا نستخدمها من البلاستيك. دي برضو بتنمي المعادن او بتوفر جزء كبير من المعادن.